دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي السطر الاخير قفلت بمنزلقه اهي في سلاسل الارتفاع، هدخل طبعا همشي بمنزلقه لحد ما اوصل للفراغ ده جوه الصدفه. هرتفع دلوقتي 6 سلاسل، واحد اتنين، وهعمل هنا عمود كده، ادتني زي حرف الفي كده. يبقى ارتفعت 6 سلاسل وعملت عمود، ده في نفس المكان جوه الصدفة نفسها اهي، ادتني الشكل ده. بعد كده بقى هعمل 2 سلسلة، 2 سلسلة، هاجي بقى فراغ ال3 سلاسل ده هعمل 2 عمود جنب بعض، 2 عمود ما فيش سلاسل بينهم ولا حاجة، 2 عمود كده، عمود اهو وعمود التاني جنبه. يبقى ارتفعت 6 سلاسل وبعدين عملت معاه عمود في لف، عمود بلفة في نفس المكان، وبعدين عملت 2 سلسلة و2 عمود. بعد كده هعمل 2 سلسلة برضو وهدخل جوه الصدفة اعمل عمود، 3 سلاسل، عمود في نفس المكان يعني حرف الفي. كده يبقى شكلها كده. هعمل برضو 2 سلسلة في فراغ ال3 سلاسل، دايما في فراغ ال3 سلاسل ده كله هيبقى 2 عمود، 2 عمود كده مفيش بينهم سلاسل، عمود التاني 2 عمود. بعد كده 2 سلسلة وهاجي جوه الصدفة اعمل عمود جوه الصدفة، عمود 3 سلاسل، عمود وبعدين 2 سلسلة وفراغ ال3 سلاسل هعمل 2 عمود. وبعدين 2 سلسلة واجي جوه الصدفة اعمل عمود، 3 سلاسل، عمود. وبعدين 2 سلسلة وفراغ ال3 سلاسل 2 عمود. كده بقى لحد لنا الشكل ده كده، حرف الفي جوه الصدفة وفي في الفراغ ال3 سلاسل بيبقى 2 عمود كده جنب بعض بالشكل ده لآخر السطر بنفس الطريقة. ده شكل السطر معانا بعد ما خلص، 2 عمود في الفراغ، 2 عمود وحرف في في الصدفة، 2 عمود وحرف في في الصدفة. هنقفل السطر ازاي؟ اهي اخر حاجة كان فراغ ال3 سلاسل عملت فيه 2 عمود، وبعدين هعمل 2 سلسلة دي 6 سلاسل اللي انا ارتفعتهم، هعد 1 2 3، هدخل في الغرزة الثالثة بمنزلقة كده. هدخل بقى في الفراغ هنا بمنزلقة كده. هعمل ايه بقى؟ هنشرح بقى السطر ده هنعمل فيه ايه قبل ما نشتغل. حرف الفي اللي هو في الصدفة ده هعمل فيه 7 عمود، وفوق ال2 عمود، ال2 عمود دول هيبقوا ثابتين معايا، فوق ال2 عمود هفضل شغاله فوقهم 2 عمود ثابتين معايا، وفي كل حرف في هعمل 7 عمود بس كده، وبين ال7 عمود وبين الاتنين دول 2 سلسله. ده السطر اللي هنعمله. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل هنا 7 عمود، 2 سلسله، فوق ال2 عمود دول 2 عمود زي ما هم، دول هيفضلوا ثابتين، 2 عمود 2 عمود ثابتين، بعدين 2 سلسله وبعدين 7 عمود. تمام، نشتغل بقى. دخلنا في حرف الفي بمنزلقة، هرتفع 3 سلاسل جوه حرف الفي، هعمل 7 عمود بلفة، أول عمود، تاني،
الثالث، الرابع، خمسة، ستة، سبع عمود. بعد كده هعمل اتنين سلسلة وهاجي فوق الاتنين عمود دول، اتنين عمود ثابتين زي ما هما. اتنين، ادي اول عمود وتاني عمود جنبه على طول. اتنين سلسلة، هندخل في حرف الفي، هنعمل سبع عمود بلفة. اتنين سلسلة فوق الاتنين عمود، فوق اتنين الاتنين عمود، اتنين عمود. اتنين سلسلة في حرف الفي، سبع عمود. بعد ما عملت السبع عمود بعمل اتنين سلسلة وباجي فوق الاتنين عمود، اتنين عمود زي ما قلت لكم هيبقوا ثابتين، يعني المنطقة اللي هي فيها اتنين عمود دي ما بنعملش فيها حاجة، بنكرر بس. اتنين سلسلة، اجي برضو في حرف الفي، سبع عمود، وهكذا بقى لاخر السطر كده. حرف الفي سبع عمود، اتنين سلسلة فوق الاتنين عمود، اتنين عمود، اتنين سلسلة فوق الحرف الفي، سبع عمود، اتنين سلسلة فوق الاتنين عمود، اتنين عمود كده لآخر السطر. خلصت بالشكل ده السطر اهو، اللي هو كان سبع عمود اتنين سلسلة عمودين. واضحة اهي ده شكلها. بصوا مديها الشكل ده اهي كده، سبع عمود اتنين سلسلة عمودين، سبع عمود اتنين سلسلة عمودين. هنعمل ايه بقى في السطر اللي بعد كده بقى؟ بعد ما عملنا اتنين عمود هنعمل اتنين سلسلة، وبعدين هاجي هنا في سلسلة ارتفاع، في تالت سلسلة هقفل بمنزلقة. السطر اللي جاي هكرر نفس السطر اللي انا لسه عاملاه، هرتفع تلات سلاسل، دي تعتبر اول عمود فوق كل عمود من السبعة ده عمود كده، او ده يعتبر اول عمود. يعني هنعمل سبع عمود كده، الاولاني، الثاني، كده معايا اول عمود، ثاني عمود، ثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. كده عملت سبع عمود، هعمل اتنين سلسلة وفوق العمودين، الاتنين عمود دول اتنين عمود كمان، فوق العمودين دول اتنين عمود، اول عمود وتاني عمود، اتنين سلسلة فوق السبع عمود، سبع عمود. بعد السبع عمود هعمل اتنين سلسلة وفوق الاتنين عمود، اتنين عمود. وبعدين اتنين سلسلة، وبعدين فوق السبع عمود، سبع عمود برضو.
وهكذا بقى كده نفس السطر اللي قبله بالظبط. هاجي هنا فوق السبع عمود سبع عمود اتنين سلسلة، فوق الاتنين عمود اتنين عمود اتنين سلسلة، فوق السبع عمود سبع عمود وكده لآخر السطر، يعني بكرر السطر اللي قبله بالظبط كده. السطر كملته للآخر وده الشكل معانا كده اهو، بصوا بالشكل ده. هنعمل ايه بعد كده بقى؟ انا قفلت عملت الاتنين عمود وقفلت وعملت اتنين سلسلة، اتنين عمود واتنين سلسلة، وقفلت في سلاسل الارتفاع بمنزلقة. ركزوا معايا بقى في الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. هرتفع ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، دول مش هحسبهم حاجة بس دلوقتي معايا لفة على الابرة، معايا على الابرة لفة، هلف الخيط في نفس المكان بقى، هشتغل في نفس المكان، هعمل عمود مش كامل، هخرج من لفتين كده، معايا على الابرة اتنين، هعمل بقى هلف الخيط على الابرة، هدخل برضو في نفس المكان، هخرج من لفتين بس، معايا تلات لفات على الابرة، هلف الخيط على الابرة، هدخل في نفس المكان برضو واخرج من لفتين كده، هلف الخيط، يعني انا كده اربع مرات لفيت كده اربع مرات، هيبقى معايا في الاخر واحد اتنين من غير اللفة اللي على الابرة، من غير اللي على الابرة اربعة، باللفة اللي على الابرة خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، هخرج منهم كلهم وبعدين هعمل تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، وبعدين هلف الخيط على الإبرة، هسيب الغرزة دي مش هشتغل فيها، هسيبها هاجي في اللي بعدها، يعني هسيب عمود واشتغل في العمود اللي بعده نفس الحكاية، هخرج من لفتين وبعدين من لفتين وبعدين من لفتين كده اخر مرة كده، يعني بنعمل اربع مرات، اخرج من لفتين، معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اخرج منهم كلهم واعمل ثلاث سلاسل، يبقى شكلها كده. اكرر بقى الف الخيط، اسيب غرزة واللي بعدها ادخل عمود مش كامل، عمود تاني مش كامل، واحد كمان واحد اتنين اربعة خمسة، نخرج منهم ثلاث لفات، قصدي ثلاث سلاسل، ثلاث سلاسل، ثلاث سلاسل بالشكل ده. معانا ثلاثة كده، المفروض فوق السبع عمود ومعاك اربعة، يبقى فاضلنا اخر واحدة دلوقتي، وهنعمل الثلاث سلاسل، ما تنسيش بين الواحدة والواحدة في ثلاث سلاسل، وبنعمل على عمود اه عمود لا، عمود اه عمود لا، هنلف الخيط، هنيجي على اخر عمود، انا سبت العمود ده وجيت على اخر عمود، هكرر بقى نفس الحكاية، بندخل كده اربع مرات، وبيبقى معاكي في الاخر عشان تتأكدي من العدد هيبقى معاكي خمس لفات على الابرة كده، هخرج منهم كله. هنا بقى هنعمل اتنين سلسلة بس، اتنين وبعدين فوق الاتنين عمود اتنين عمود عادي، دي ثابتة، ده اول عمود، تاني عمود اتنين سلسلة برضو، هنكرر بقى هنا اهي شكلها كده، اقرب لكم ودي كده عشان تبقى واضحه، هندخل بقى هنا، احنا كده هنعمل اتنين سلسله، عملنا اتنين سلسله، بعد عملنا اتنين عمود هنعمل اتنين سلسله، هلف الخيط على الابره، هدخل عند اول عمود معانا كام؟
خمس لفات، هخرج منهم كلهم وبعدين ثلاث سلاسل. الف الخيط، هسيب غرزة واشتغل في اللي بعدها، هسيب دي واشتغل في اللي بعدها، هنكرر برضو. هنسيب غرزة ونشتغل، هنسيب غرزة ونشتغل في اللي وراه. هسيب غرزة ده آخر عمود، هنعمل اتنين سلسلة، اتنين سلسلة بس، هاجي فوق الاتنين عمود، اتنين عمود دول ثابتين زي ما قلنا. وبعدين اتنين سلسلة واكرر بقى، بصي ده الشكل اهو. هنكمل بقى في الباقي كده، فوق السبع عمود بيبقى فيه اربع وحدات زي ما شايفين كده، واحد اتنين تلاتة اربعة، بين الواحدة والواحدة دول تلات سلاسل تمام. بس ما بنيجي هنا بقى، هنا بعد اخر واحدة دي بنعمل اتنين سلسلة، وبعدين اتنين عمود اتنين سلسلة، لكن بين دي وبين دي ثلاث سلاسل، وفوق بواحد اتنين تلاته اربعه. بقول لك كده الاعداد علشان تتاكدي ان شغلك مظبوط كده، بيبقى شكلها كده. هنكمل بقى اخر السطر بنفس الطريقه. خلصت السطر كله بالشكل ده اهو، بالشكل ده، واحد اتنين تلاته اربعه، وبعدين العمودين، وبين دي ودي في ثلاث سلاسل، بتدي الشكل ده. ايه بقى السطر اللي بعد كده؟ بعد ما عملت العمودين بعمل اتنين سلسله، دي اول مجموعة عملتها اهي، هاجي دي اللي كنت ارتفعت بيهم في الاول، هدخل فيهم بمنزلقة كده. قفلنا السطر. هشتغل السطر ازاي؟ دي انا هطلع المجموعة دي هشتغل فوقيها هنا كده، بصوا المجموعة دي هدخل هنا بمنزلقة، ايه فوقيها كده، هرتفع ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة دي عمود، وثلاث سلاسل كمان مسافة، واحد اتنين تلاتة كده ست سلاسل. نفس المكان هعمل عمود بلفة، نفس المكان كده. الدور ده مفهوش سلاسل خالص الا الثلاث سلاسل اللي بنعملهم، عمود ثلاث سلاسل عمود. هلف الخيط على الإبرة، هاجي اعلي بعدها على طول. بصوا بقى بدخل فين عشان تسألوني في التعليقات، بدخل فين مش هقول لكم في التعليقات فتبقى واضحة. ايه اهي بدخل هنا كده، هنا هعمل عمود ثلاث سلاسل عمود في نفس المكان كده، حرف في يعني. برضو الف الخيط على المجموعه اللي بعدها، عمود ثلاث سلاسل عمود اهي كده، برضو اللي بعدها عمود ثلاث سلاسل عمود من غير سلاسل ولا حاجة. الف الخيط على الابرة، دول اتنين عمود هعمل فوقهم برضو عمود وعمود
ما عملتش السلاسل، خلي بالكم فوق الاتنين عمود، اتنين عمود عادي، والف الخيط على الابره برضو واكرر اللي عملناه هنا. هاجي عند اول مجموعه هنا اهي، هدخل كده واعمل عمود، ثلاث سلاسل عمود، لف الخيط، المجموعة اللي بعدها عمود، ثلاث سلاسل عمود، اللي بعدها برضو عمود، ثلاث سلاسل عمود، برضو عمود، ثلاث سلاسل عمود. كده بقى السطر كله. دي بقى الاتنين عمود، بلف الخيط وادخل فوق اول عمود اعمل عمود، واللي بعدها العمود اللي بعدها عمود. هتلاقي فوق البتلات دي اربعة حرف في، اهي واحد اتنين تلاتة اربعة، وفوق الاتنين عمود بنعمل اتنين عمود بالشكل ده. هنكرر بقى نفس الخطوات دي لاخر السطر. كملت السطر كله بالشكل ده. السطر بقى اللي هنشتغله دلوقتي ده يعتبر اخر سطر في الفستان. انت عايزه بقى تطولي الفستان، ممكن تطولي في عدد الصدف اللي هي غرز اللي فيها الصدفة، ولو المقاس اكبر من كده، لو المقاس اكبر من كده بتعملي ايه؟ بتطولي في المنطقة دي، بتزودي عدد السطور دي، وبعد كده بقى في الاخر قبل ما توصلي للمقاس اللي انت عاوزاه بتعملي بقى القنار اللي احنا عملناه من اول هنا كده لحد السطر اللي احنا هنشتغله دلوقتي. تمام. هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل السطر الاخير. انا ما قفلت السطر، احنا كنا بنشتغل حرف في 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 كده، وفوق الاتنين عمود اتنين عمود. قفلت السطر، دي سلاسل الارتفاع اللي انا ارتفعتها، فقفلت السطر فيها في ثالث سلسلة. هنشتغل السطر ده ازاي؟ بصوا بقى، المجموعة دي فوقيها ايه؟ فوقيها كام حرف في، واحد اتنين تلاتة اربعة، وقبلها اتنين عمود، وبعدها اتنين عمود. تمام كده. هنشتغل ازاي؟ هنسيب حرف الفي الاولاني، يعني بعد الاتنين عمود الحرف الفي اللي بعدها على طول مش هنشتغل فيه، هنشتغل في الاتنين حرف الفي اللي في النص ونسيب اللي هو الناحية دي. يعني الاتنين عمود حرف الفي اللي قبلها من هنا واللي قبلها من هنا على يمينها وعلى شمالها مش هنشتغل فيهم، يعني الاتنين عمود حرف الفي اللي قبلها واللي بعدها مش بنشتغل فيه، بنشتغل على الاتنين دول بس اللي في النص. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ همشي بمنزلقة هنا لحد ما ادخل لحرف الفي ده، كده في قلب حرف الفي كده منزلقة. هبدأ بقى ارتفع ثلاث سلاسل، دي تعتبر عمود بلفة، هعمل جنبها اتنين عمود بلفة كمان. يبقى انا عملت ثلاثة عمود بلف جوه حرف الفي. هرتفع واحد اتنين ثلاثة، هعمل بيكو، ده اخر سطر فهنعمل البيكو. انت عارفين ان غرز البيكو بتزين الحواف، غرزة البيكو دي بتزين الحواف، فده اخر سطر. دلوقتي بقى هعمل ثلاث سلاسل تاني، هدخل برضو في نفس المكان وهعمل بيكو برضو، بعمل حشو كده، بقفل بحشو، ممكن تقفلي بمنزلق برضو، ثلاث سلاسل وبيكو برضو في نفس المكان. لا، ثلاث سلاسل وبقفل بحشو، بعمل في نفس المكان برضو ثلاثة عمود بلف. بالشكل ده
ادتنا الشكل ده، ثلاثة عمود، ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو، وبعدين ثلاثة عمود. هاجي بقى في حرف الفي اللي وراها ده، هعمل نفس الحكاية اللي بعدها على طول، هلف الخيط وهدخل اعمل ثلاثة عمود بلف. ثلاث سلاسل بيكو، بقفل هنا، بص بقفل فين اهي، حشو ثلاث سلاسل اهي برضو هنا، حشو نفس المكان، كلهم بقفل في نفس المكان، ثلاث سلاسل حشو بيكو، دي كلها بيكو، واعمل برضو ثلاثة عمود في نفس المكان. كده ده شكلها. هسيب حرف الفي اللي هو دول اتنين عمود، هسيب حرف الفي ده، يبقى احنا اشتغلنا على الاتنين اللي في النص وسيبنا الفي حرف الاولاني والاخراني. هنعمل ثلاث سلاسل، ثلاث سلاسل، وبعدين دي الاتنين عمود، هاجي قبلها هنا هعمل حشو، وفي نص الاتنين عمود في نصهم هنا كده هدخل اعمل حشو. هنا بقى هكرر نفس الحركة دي، نفس البيكو ده هعمله في الحشو اللي في النص، يبقى احنا قبل اتنين عمود عملنا حشو، وفي النص حشو، ونعمل هنا برضو حشو، بس الحشو اللي في النص بين العمود ده والعمود ده هعمل ثلاث سلاسل بيكو. ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو برضو، كده ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو. هاجي هنا، هنا كده بين العمود ده والعمود ده هعمل حشو، قصدي بعد العمودين كده، يبقى انا قبل العمودين عملت حشو بس، وفي النص بين العمود ده والعمود ده حشو، وعملت ثلاثة بيكو دول، وبعدين بعديه عملت حشو، هعمل ثلاث سلاسل، هسيب حرف الفي الاولاني وادخل للتاني على طول اعمل ثلاثة عمود، نفس الحركة اللي عملناها في الاول، ثلاثة عمود ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو، يعني البيكو بنكرره ثلاث مرات. وبعدين ثلاث عمود في نفس المكان. حرف الفي اللي وراها على طول من غير اي سلاسل حاجه، بلف الخيط وبدخل فيه برضو ثلاثة عمود، ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو، ثلاثة عمود في نفس المكان. هنا مش هنشتغل، ده الاتنين عمود
هاجي هنا حشو حشو بين العمود والعمود، العمود والعمود هدخل اعمل حشو. الحشو بقى اللي في النص بين العمودين ده بعمل فيه البيكو. شوف بقى الحشو اهي، الراس هنا كده، ونعمل بيكو 3 سلاسل بيكو 3 سلاسل بيكو، ونيجي هنا عملنا حشو هنا حشو هنا، نيجي هنا نعمل حشو برضو. اهي كده الشكل بالشكل ده، اهي 3 عمود والبيكو و3 عمود. بعد ما خلصت بقى ال3 عمود هنيجي عند العمودين هنا، هنعمل 3 سلاسل، وبعدين هنيجي هنا نعمل حشو، وبعدين في بين العمود ده والعمود ده بندخل نعمل حشو 3 سلاسل بيكو حشو، هندخل نعمل 3 سلاسل بيكو. ثلاث سلاسل تاني بيكو، ثلاث سلاسل بيكو، كده كده كم مرة عملنا؟ كم مرة؟ 3 مرات. هنيجي هنا بقى بعد العمودين هنعمل حشو برضو، يبقى في 3 حشو، واحدة قبل العمود وواحدة قبل العمودين، واحدة بعد العمودين، وواحدة في وسط بين العمود ده والعمود ده، بس بنعمل فيها البيكو ده. دلوقتي هنسيب حرف الفي ده ونكرر بقى نفس الموضوع كده، بس ما تنسيش تعملي 3 سلاسل، وبعدين تسيبي حرف الفي ده وتدخلي اللي بعديه وتعملي ال3 عمود بلفه، وكرري نفس اللي احنا لسه قايلين دلوقتي كده اهي. بتسيبي حرف الفي وتدخلي تعملي 3 عمود والبيكو 3 عمود، وبتعملي البيكو 3 مرات الحرف الفي ده، وفي اللي بعديه نفس الخطوات. بالنسبة للعمودين بنعمل 3 حشو، حشو قبل العمودين وحشو بعد العمودين، والحشو اللي بين العمود ده والعمود ده كده بنعمل فيه البيكو ده 3 مرات بيكو بالشكل ده. بس قبل ما تتنقلي اوعي تنسي، قبل ما بعد ما نخلص الصدفة دي ونروح عند العمودين بنعمل 3 سلاسل، 3 سلاسل هنا و3 سلاسل لما تروحي تكرر الصدفة تاني. تمام، زي ما احنا عاملين كده اهي، 3 سلاسل و3 سلاسل اهو. هتكرري بقى بنفس الطريقة، وكمان خلي بالك احنا بنسيب حرف في الفي الاولاني وبنسيب الاخراني، بنسيبه وبنشتغل على الاتنين في النص، وده هيبقى اخر سطر وهنكمله ونشوف هنعمل ايه تاني في الاكمام والياء وخلاص كده. يبقى السطر اللي احنا عملناه في الاخر الفستان خلص معانا. قلت لك ازاي تطوليه وازاي تعملي المقاس الاكبر عن طريق انك تكبري الصدر وبتزودي عدد سطور الصدفه، والقنار بقى بتعمليه في الاخر بعد ما توصلي للطول المناسب. باقي دلوقتي الاكمام، يعني مش هنعمل اكمام، احنا هنعمل بس قنار حوالين الاكمام كده عشان يبقى الشبه اللي تحت كده، واللي او خلاص. اخر سطر انا قفلته ازاي، دي اخر مجموعه اشتغلتها، ودي كانت اول مجموعه عملناها. اول مجموعه عملناها كان في حرف الفي الاولاني اللي احنا سايبينه ده كده، عشان احنا طبعا اللي هو قبل الاتنين عمود بنسيبه ومنشتغلش فيه، واللي بعد الاتنين عمود. فانا عملت ايه بعد ما عملت الصدفه دي والصدفه اللي جنبها؟ سبت الحرف الفي ده وعملت ده، بوريكم انا قفلت السطر ازاي. ودي 3 سلاسل، وعملت الحشو حشو حشو اللي هي في الاتنين عمود، وبعدين 3 سلاسل، وقفلت طبعا الفي اهي كده، قفلت في سلاسل الارتفاع اللي احنا ارتفعناها من سلاسل الصدفه الاولانيه دي. بقى قفله طبعا الخيط احنا هننضفه، دي خلاص انا قصيت الخيط كده وخلاص، ان قفله السطر.
فكده السطر اهي، قفلت السطر اهي. بص ركزوا زي باقي السطور كده زيها بالظبط. تمام. هنشوف بقى نعمل ايه في الكم. بصوا اللي انا عملت ناحية من الكم، جهة من الكم بالشكل ده اهي. بعمل ايه؟ بص زي ما انتوا شايفين كده، اشرح لكم الفكرة ونعمل الكم التاني مع بعض. بشتغل سطر 2 3 سطور بس. ده سطر العمود بلفتين زي دي اللي انا اشتغلته، دول اشتغلتهم زي دي كده، زي السطور دي اللي هي السطرين دول، هي بالظبط. بعملهم هنا في الكم بس بعمل بيكو في الاخر عشان يزين السطر. يلا بينا نعمل الناحية التانية ونشوف هنعملها ازاي. الكم اهو معايا، انا بقى هثبت الخيط فين؟ شايفين الزاوية هنا اهي، بص اهو هثبت الخيط هنا في الزاوية من هنا. بص الكم اهو او كده، انا هثبت الخيط هنا كده، هدخل الخيط في الزاوية اللي من تحت دي. ثبت الخيط في الزاوية بالشكل ده اهي، واربطه كويس. بعد كده هنعمل ايه؟ هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ليه 5 سلاسل؟ 4 سلاسل ارتفاع عمود بلفتين وسلسلة مسافة. هلف الخيط لفة لفة عشان عمود بلفتين، هسيب غرزة وهاجي في التانية اعمل عمود بلفتين، من لفتين ومن لفتين ومن لفتين، وبعدين هعمل سلسلة مسافة والف الخيط لفتين على الإبرة برضو، واسيب غرزة واجي في التانية، سبت غرزة اجي في التانية عمود بلفتين، من لفتين لفتين لفتين، برضو سلسلة، الف الخيط لفتين، اسيب غرزة في التانية، نخرج من لفتين ومن لفتين ومن لفتين لآخر السطر. عملت السطر بالشكل ده. العمود ده عملته في الزاوية اللي بعد قصادها، يعني دي الزاوية الأولانية، دي الزاوية اللي بعد كده اللي هي في الظهر. هعمل سلسلة هنا كده اللي هي تحت الإبط على طول. بص هنا الغرز مائلة شوية، العمود يعني العمود ده مايل، فهنلف عمود بلفتين بالشكل ده، وهنعتبر دي غرزة اهي. هندخل هنا، هندخل عند هنا كده، بصوا اهي، هنسيب المائل ده وهندخل عند الايه اللي هو المستقيم كده. هندخل هنا نعمل عمود بلفتين وسلسلة، هنلف الخيط، هتعتبر دي غرزة، هنسيبها، هندخل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفتين، سلسلة، هنقفل بقى. كنا مرتفعين كام؟ 5، 1 2 3 في الرابعة، هنقفل في الرابعة علشان ده عمود بلفتين، 4 سلاسل بس. تمام كده. هنشتغل بقى السطر اللي بعده ازاي. هندخل جوه الفراغ كده، هنشتغل في فراغ اه فراغ لا، فراغ اه فراغ لا، زي ما كنا بنعمل بالظبط في منطقة الوسط هنا، هنا كده زيها بالظبط. هنشتغل في فراغ والتاني لا، فهندخل هنرتفع 3 سلاسل ونعمل جنبها 2 عمود. احنا دلوقتي جوه الفراغ كده بقى معانا 3 عمود، هعمل 2 سلسلة وهسيب الفراغ ده واجي في الفراغ اللي بعده 3 عمود. اتنين سلسلة، اسيب الفراغ ده واجي في اللي بعده 3 عمود. ثلاثة عمود 2 سلسلة، 3 عمود 2 سلسلة، فراغ اه فراغ لا، نشغل الفراغ ده ونسيب ده، نشغل الفراغ ده ونسيب ده، 2 سلسلة
بنسيب الفراغ ده وندخل الفراغ اللي بعده، 3 عمود بلف لاخر السطر برضو. اشتغلت 3 عمود في الاخر كده في الفراغ ده، والفراغ ده اللي هنسيبه وهنقفل هنا. وخلي بالك ان الفراغات تبقى قد الكم التاني عشان ميبقاش كم واسع وكم ضيق، يعني تعدي الفراغات دي علشان تبقى قد الفراغات في الكم الناحية التانية. وطبعا 3 عمود لما تعدي الفراغات هيبقى سطر الاسطوره اللي بعد كده تبقى مظبوطة. بعد ما عملت 3 عمود عملت 2 سلسلة، ودي اساس الارتفاع اللي كنا بنرتفع في الاول. 1 2 3 هقفل في تالي سلسلة منزلقة. دلوقتي بقى هنعمل اخر سطر في الكم. هنعمل ايه؟ هنشتغل في فراغ الاتنين سلسلة ده، هنشتغل هنا، همشي بمنزلقة عشان اوصل للفراغ. هنا هنعمل ايه؟ هنشتغل 2 عمود بيكو 2 عمود، تمام كده، في كل فراغ ومفيش بين دي ودي اي سلاسل خالص. هنرتفع 3 سلاسل، دي تعتبر عمود، هنعمل جنبها عمود كمان كده، 2 عمود. هنعمل البيكو ازاي؟ زي ما كنا بنعمله في اخر سطر بالظبط. 1 2 3 سلاسل، هنيجي هنا كده اهو عند راس العمود اهو، هنقفل بحشو 3 سلاسل، هقفل في نفس المكان برضو. عملنا ايه بقى؟ عملنا 2 عمود وبيكو بيكو، عملنا البيكو مرتين في الفستان، ادي الفستان من تحت اخر سطر خاص كنا بنعمل البيكو ده 3، 1 2 3 3 بالشكل ده اهي، 1 2 3 في الكم اخر سطر في الكم بنعمل 2 بس. عملنا 2 عمود والبيكو مرتين كده، وهنلف الخيط على الابره، هنعمل 2 عمود. هنروح بقى احنا قلنا بصوا بقى، بعد ما عملت الاتنين عمود والبيكو والاتنين عمود، بلف الخيط على الابره من غير اي سلاسل ولا حاجه خالص، وبدخل هنا في الفراغ الاتنين سلسله من غير سلاسل ولا حاجه. هكرر بقى 2 عمود، اتنين عمود بس، والبيكو 3 سلاسل، بدخل هنا اهي، اعمل بيكو تاني 3 سلاسل، بدخل في نفس المكان بيكو، وبعدين اعمل 2 عمود كده بقى لحد ما تخلص السطر كله. نفس الحكاية كده بالشكل ده. يبقى بعمل بلف الخيط على الابره من غير سلاسل، باجي في الفراغ اعمل 2 عمود ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو تاني نفس المكان اهو، بدخل في نفس المكان اتنين عمود كده بقى، اتنين عمود وبيكو مرتين، اتنين مش 3 مرات، وبعدين 2 عمود، وبعدين نكرر في كل فراغات بالشكل ده. وبين الصدفة دي والصدفة دي مفيش فراغات، وده يعتبر اخر سطر في الكم. 1 2 3 هما 3 سطور كده، الكمين بالشكل ده بيبقى معانا بالشكل ده اهو في الاخر اهي. بعد ما بنكمل السطر كله بنبدأ طبعا بتبقى اخر واحدة هنا كده، وبنقفل في سلاسل الارتفاع هنا منزلقة هنا، تمام كده. يبقى كده الكم معانا خلص. ونشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه في الجزء ده اللي هو الظهر ده واللي يأمن قدام.
بصوا خلصت اهي منطقة الأكمام بالشكل ده، بصي جميلة جدا اهي بالشكل ده، والفستان من تحت اهو كده جميل جدا جدا زي ما شايفين. غرز الصدفة وكان في قنار من تحت، ونفس الفكرة عملناها في الأكمام. هنعمل هنا المنطقة اللي بصوا جميل جدا. بصوا بقى اللياقة مش هنعملها اللي هي سبعة كده وتطلع كده، لا احنا هنعملها زي كولا كده مدورة، فاهمين عشان ايه يعني، واخدين بالكم عشان لما نشتغل نبقوا فاهمين هنشتغل ازاي، يعني مش تبقى اللي هي سبعة كده، لا هنعملها زي كولا كده مدورة تمام. فهنعمل ايه، احنا هنبدأ شغل من هنا كده الاول، من هنا من هي المنطقة اللي هركب فيها الازرار هنا كده، هنعمل مكان للعراوي هنشتغل حشو كده في المنطقة دي كده الأول قبل ما نبدأ بالياقة اللي احنا هنعملها أو الكولة اللي احنا هنعملها. مكان ما ثبت الخيط ارتفعت سلسلة، مكان ما ثبتنا الخيط هنا بص ثبت الخيط هنا كده، مكان ما ثبته ارتفعت سلسلة اللي هي غرزة الحشو. هاخد الخيط اللي احنا ثبتناه ده وهاجي هنا، بصوا هنا الأعمدة مايلة فعند كل عمود هشتغل اتنين حشو، بس هنعمل مكان للايه للزرار هتركبيه. هدخل هنا اعمل اتنين حشو حشو كمان كده اتنين حشو، وبعدين هعمل ثلاث سلاسل كده، وبعدين بعد الثلاث سلاسل اسيب بصوا العمود كده العمود طوله كده، وهاجي تحت هنا هعمل حشو كده اول عروة معايا، عملت اول عروة كده تمام اهي. عندنا بقى العمود المائل ده هشتغل اتنين حشو هنا كده في المنطقة دي كده، هشتغل حشو وهنا عند العمود اتنين حشو وهنا كده حشو وعند العمود اتنين حشو كده. يبقى هعمل بقى هنا كده حشو، هعمل عروة كمان، اشتغلت كده عند كل عمود مائل اتنين غرزة حشو. هبدأ اعمل العروة التانية، الاولانية انا كنت عاملاها هنا اهي، التانية هعملها بص بعدها بمسافة زي ما شايفين كده عشان اعمل اتنين بس. اعمل ثلاث سلاسل زي ما عملنا في التانية بالظبط، وبعدين هنسيب العمود المائل ده ونجعل اللي بعده هنعمل بقى الحشو، ونعمل بقى زي ما قلنا في كل عمود مائل اتنين حشو كده. هنيجي عند المنطقة دي وهنشتغل بقى كل عند عمود كل عمود مائل من الناحية التانية دي اتنين حشو بس، احنا خلاص الناحية دي عملنا فيها العلاوة وخلاص، الناحية دي بقى هنشتغل فيها في كل عمود مائل اتنين حشو لحد الاخر كده اهي. عند المنطقة دي اللي هي السبعة دي كده بنشتغل غرزة حشو واحدة هنا، وبعدين عند الأعمدة المائلة دي بقى كل واحد اتنين حشو. كملت سطر كله بالشكل ده، في كل عمود مائل في كل غرزة عملت غرزتين حشو، يعني كل عمود مائل بالشكل ده عملت اتنين حشو لحد اخر السطر بالشكل ده اهي. يعني اشتغلنا كده، دي اللي عملنا فيها الفتحات للزراير عراوي يعني، وبعدين دي عملناها كلها حشو كده عادي تمام. هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل الجزء ده، هنعمل ايه بقى، بص بقى نشتغله ازاي. احنا عاوزين الكولة تبقى نازله كده كده ماشي، فهنشوف ازاي. هنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة
خمس سلاسل. خمس سلاسل ليه بقى؟ أربعة ارتفاع عمود بلفتين وسلسلة مسافة. هلف الخيط كده لفتين عمود بلفتين اهو. بصوا بقى هنشتغل العمود بلفتين ازاي. هنيجي عند العمود الاولاني هنا هنشتغل فيه على طول كده. بصوا هنعمل عمود امامي، ده اللي هيخلي الكولة معانا زي ما قلت لكم مايلة كده. عمود بلفتين بس امامي. هنخرج من اللفتين بقى، من اللفتين ومن اللفتين بالشكل ده. بس شفتوا عملنا ازاي؟ هنعمل بقى اتنين سلسلة، اتنين سلسلة، وبعدين هنعمل عمود بلفتين برضو. هسيب العمود ده مش هشتغل فيه، وهشتغل في اللي بعده كده امامي، ما تنسوش امامي. واخرج بقى من لفتين ومن لفتين ومن لفتين، واعمل برضو اتنين سلسلة. هسيب الغرزة دي وفي اللي بعدها. تمام، واضحة جدا وسهلة اهي. برضو اتنين سلسلة. هسيب غرزة وفي اللي بعدها عمود، يعني زي الفراغات اللي اهي اشتغلت. هي فراغات اللي هي عمود بلفتين، بس الاختلاف ان احنا عاملينها يعني هي دي فراغات زي اللي عملناها في الكم كده بالظبط، عمود بلفتين اهي زيها وزي اللي عملناها هنا كده بالظبط هي، بس الاختلاف ان احنا بنعملها كعمود امامي علشان تدي المنظر ده. بصوا اهي تبقى متنيه كده، بصي اهي كده تبقى عامله زي الكوله ونازله كده بالشكل ده. تمام، ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ عرفتوا اللي احنا كنا بنعملها في العمود امامي، مش عملناها عادي كده عشان تتن زي ما قلت لكم، هي دي الفكره يعني. هنعمل ايه بقى؟ احنا هنرتفع سلسله واحده كده، وهدخل هلف الشغل. هشتغل في فراغ فراغ لا، فراغ فراغ لا، انا هدخل جوه الفراغ بمنزلقه كده. هرتفع ثلاث سلاسل، هعمل جنبها الثلاثة عمود، يبقى كلهم هيبقوا ايه؟ اربعة عمود بلفة. كده اربعة عمود. هعمل اتنين سلسلة. هسيب الفراغ ده وهشتغل في اللي بعده، هعمل فيه اربعة عمود بلفة. اتنين سلسلة، هسيب فراغ وفي اللي بعده اربعة عمود بلفة. كده اهي، يبقى اربعة عمود بلفة اتنين سلسلة، اربعة عمود بلفة اتنين سلسلة، فراغ فراغ لا، يعني بنشتغل فراغ ونسيب واحد، نشتغل فراغ ونسيب واحد كده لاخر السطر. برضو هنشتغل في الفراغات دي، دي اللي هنشتغل فيها. هعمل ايه؟ هرتفع سلسله واحده والف الشغل، دي اربع عمود، هاجي في نصهم يعني بعد العمود الاولاني والتاني، هدخل اعمل حشو، وبعدين سلسلة. يبقى دلوقتي عملت سلسلة حشو سلسلة. الحشو عملته فين؟ بين العمودين، بين العمودين دول، العمودين دول هم اربعة، اتنين ناحية اتنين ناحية، عملته في النص. هدخل هنا بقى في الفراغ، هعمل تلاتة عمود بلفة. تلات سلاسل بيكو. ثلاث سلاسل تاني، البيكون هيبقى مرتين برضو. ثلاثة عمود.
ثلاثة عمود بيكو بيكو مرتين كده وبعدين ثلاثة عمود. وبعدين هعمل ايه؟ هعمل سلسلة واجي بين العمودين دول اهم في النص، هسيب ده واسيب ده وادخل في النص هنا حشو سلسلة. يبقى قبل الحشو في سلسلة وبعد الحشو في سلسلة. هدخل بقى في الفراغ اكرر ثلاثة عمود بلفتين. ثلاث سلاسل بيكو، ثلاث سلاسل بيكو، ثلاثة عمود في نفس المكان. يبقى صادفة ثلاثة عمود بيكو، ثلاثة عمود بيكو بنعمله مرتين. سلسلة اجي هنا واحد اتنين، هدخل بعد العمود التاني حشو وبعدين سلسلة واكرر بقى نفس الحكاية في الفراغ تلاتة عمود كده اهي تلاتة عملنا طبعا ارتفعنا سلسلة وعملنا حشو بين العمودين، عمودين دول عمودين عملنا في النص. عملنا تلاتة عمود، تلاتة عمود وبعدين بيكو بيكو مرتين كده وبعدين تلاتة عمود وبعدين سلسلة حشو سلسلة. الحشو بنعمله فين؟ دول اربعة عمود في النص تمام. وبعدين تلاتة نعمل سلسلة قبل الحشو في سلسلة وبعد الحشو في سلسلة. تلاتة عمود بيكو تلاتة عمود وبعدين تدخلي تعملي السلسلة حشو سلسلة وبعدين تكرري نفس الحكاية لاخر السطر. يبقى كده اخر سطر في اللي هي اول فستان كده خلص معانا. هنعمل ايه بعد كده؟ كده الفستان خلص معانا قد ايه هو جميل زي ما شايفين. اخد كمية الخيط 200 جرام، اخد الشلتين كاملين ما فاضش منهم حاجة خالص. طول الفستان من اوله لاخره من فوق هنا لحد اخره كده 40 سنتي. السن يلبس سنة لحد سنة ونص، يعني من مواليد لسنة ونص. ولو الطفل نحيف كده ممكن سنتين يعني ينفع برضو. احنا قلنا كمية الخيط. بالنسبة للابرة احنا استخدمنا ابرة ستانلس مقاس 5، ولو انت عايزة تستخدمي نوع الابرة ده استخدمي ابرة مقاس 2، دي 3، لكن تستخدمي مقاس 2 هيبقى مناسب. انا جربت اشتغله بمقاس 3 ده طلع مش متماسك. بصي هنا كده تحس، تعرفين الخيط الازازة دي فبيبقى طري، لكن بصي كده لما اشتغلنا بابرة مقاس صغير تحس ان الغرز متماسكة. لكن لو عملتيه بابرة كبيرة شوية يعني مقاس 3 ده بيخلي طري كده مش ماسك نفسه. يعني بصوا كده ماسك نفسه ازاي كده اهو، الغرز ماسكة نفسها كده تمام. يبقى لو هتستخدمي ابرة دي تستخدمي ابرة مقاس 2. ممكن برضو لو استخدمتي خيط كوتون جولد حلو جدا جدا وهينفع معايا ابرة مقاس 3، وكوتون جولد هيبقى حلو اوي. اللي عملنا اللي بقى بصي اللياقة اهي كولة او الكولة، بصي بالشكل ده كده جميلة جدا، عبارة عن 3 سطور اللي عملناهم. قفلناها في الاخر، احنا كنا بادئين بحشو وسلسلة قفلتها برضو بحشو وسلسلة زي ما كنا بادئين في البداية. وبعد كده ركبت الزرارين اهم اهي بابرة وخيط عاديين جدا خالص، ما خيط عادية. كنت انا عامله عروتين اتنين، لو انت عايزة تعملي واحدة هنا كمان زي ما تحبي. بصي اهي حطيت بقى الشريط، دخلت في الفراغات اللي احنا كنا عاملينها الشريط ده اهو. ممكن تدخلي شريط ستان كده، ممكن تدخلي كمان هنا في الكم برضو في الفراغات دي وتعملي فيونكه كده من هنا ومن هنا برضو، يعني الديكور بقى بتاع الفستان يرجع لك. ممكن كمان نحط له ورده ولا حاجه اهو زي كده، ممكن نحط له ورده زي كده ونعمل دي شكل تنزل منها كده اهي. ممكن الورده دي بدل ما هي بيضه كده نحط ورده حمراء اهو، يا اما بيضه يا اما حمراء زي ما تحبي. ممكن برضو بدل، انا بديك افكار يعني لاشكال كتير ممكن تعمليها. ممكن تحطي الورده هنا، ممكن تحطيها هنا، تحطي بدل الشريط ده كده مثلا تحطي 3 وردات كده، واحده حمراء في النص والبيضه من هنا والبيضه من هنا، او البيضه في النص
واحدة حمرة من هنا واحدة حمرة من هنا، برضو دي كلها اشكال وممكن تغير شكل الفستان خالص. يعني اي اضافة، بصي لما شلنا كده ايه، بصي يعني اي اضافة بتضيفيها بتغير شكل الفستان خالص. ممكن برضو مش عايزة تعملي الكولا دي ما تعمليهاش، تسيبيها كده عادي، بس هي بتدي شكل حلو زي ما انتوا شايفين كده. وده شكل الفستان اهو، كده الفستان خلص معانا. ان كان الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.